كوني طالبة علاقات دولية دبلوماسية، منتدى الشباب الاقتصادي من خلال مشروع منبر الإصلاحيين ساهم بطريقة غير مباشرة بتحويل المفاهيم النظرية اللي تعلمتها بالجامعة لمهارات تطبيقية. أنا وزملاء لإلي اخترنا موضوع أو فكرة بتتعلق فينا شخصياً أو يمكن بكل طالب لبناني كرمال نقترحها لتحديث لبنان. مين منا ما بيواجه صعوبة ليوصل على شغله أو على جامعته، إن كان عم بيسوق أو لا؟ لهيدا السبب اخترنا موضوع خلق شبكة وطنية للنقل بالحافلات. الحاجة لهالاقتراح هي عدم وجود وسائل بديلة للنقل، مثل ما كلنا بنعرف انه السكك الحديدية والترامواي واقفة من زمان، وحاليا الباصات بس بتتنقل بين بيروت والمدن الرئيسية، والنقل العام بواسطة الحافلات غير منظم وما بيوصل على كل المناطق اللبنانية. كمان هيدي الوسيلة بتعاني من عدة مشاكل، مثل انها غير امنة وشبكة النقل غير منظمة ومستوى الجودة متدهور جدا، والبنى التحتية تبع الطرقات كمان رديئة. لتحسين هيدا الوضع منقترح عدة نقاط، ومن هالنقاط هي انشاء مؤسسة تنسيق رئيسية لإدارة مراقبة وتوجيه شبكة النقل بالحافلات. هي بتكون دورة مثل برج المراقبة او فوكل بوينت بتدير كل عملية النقل بالحافلات. كمان منقترح تأسيس مسارات خاصة بحسب الحاجات، وتعيين محطات محددة للباصات تكون سهلة ومريحة وآمنة مشان كل المواطنين اللبنانيين يقدروا يوصلوا عليها، إن كانوا مواطنين بيتهم بعيد أو عندهم حاجات خاصة. وأيضا منقترح إنشاء جدول زمني محدد، أي تحديد وقت للانطلاق ووقت للوصول، وأيضا إقامة خطوط محددة للنقل بالباصات إذا أمكن. واخيرا التنسيق مع الباصات الخاصه، لانه نحن مثل ما بنعرف انه حاليا القطاع الخاص هو اللي بيهتم بموضوع النقل بلبنان، كرمال هيدول الشركات اللي عندها حافلات ما تتضرر اقتصاديا جراء انشاء شبكه للنقل بالحافلات العام. واخيرا بدي اقول شغله، انه كنا مصرين انه كل الافكار اللي نقترحها وكل المواضيع الجديدة تكون إيكو فريندلي، أي صديقة للبيئة، كرمال ما نكون عم نظبط مطرح وعم ننزح مطرح تاني، لأنه مثل ما بنعرف نحن الباصات بتمشي على الفيول على المحروقات، هيدا الشيء بيأذي الطبيعة، فلازم نكون إنه تو يوز إيكو فريندلي يوز. وكمان الهدف الأساسي من هيدي الفكرة تسهيل الحياة اليومية للمواطن اللبناني، لأنه مثل ما كلنا بنعرف إنه هيدا هو الهدف الأساسي لأي سياسة عامة. شكرا. شكرا أدريانا. الكلمة للدكتور مصطفى بدر الدين. أول شيء متشكركم للدعوة، متشكركم للنشاط، متشكركم للهمة العالية اللي لاحظناها، همة الشباب. أنا دائما بقول إنه الشباب هن يورانيوم التاريخ، يعني بيعطوا الانرجي لهالحياة، بيعطيها طعمة وبيعطيها عزم وبيعطيها أمل. في كنت بدي احكي انا مش تعليقا على الكلمات الحلوه اللي تفضلت فيها الصبيات، في بس بدي اقول كنت شغلي فتتني لانه رفعت طلب الاذن. حابب اقول انه لما بنحكي اقتصاد، الاقتصاد نعتبرها كلمه جافه بنحس انه فيها قساوه، ولكن بالنهايه كما تفضلوا مع الوزير والاخوه النواب سعاده النائب حكوا بأنسنة الاقتصاد. الأنسنة الاقتصاد هي شغلة كتير مهمة إنه يجب أن يفكر فيها دائما الإنسان، كيفية الوصول إلى خدمة الإنسان. وهذا الأمر للأسف يعني إنه يكون فيه بالسياسة اليوم أصبحت ليست بسياسة، ولكن أصبحت طائفية أكثر ما هي سياسة. إذن الكلمة اللي بحب أقولها وأنا كمسؤول في أندية اليونسكو في العالم، بقول شغلي أنه اليوم هناك في كتاب لليونسكو عن الظاهرة الثقافية للأديان، للديانات المسيحية والإسلامية، يعني يجب أن يهتم فيها، نحن نهتم في التربية قبل كل شيء. التربية هي اللي بتعمل اقتصادي، هي بتعمل سياسي، هي بتعمل الوطن، هي بتعمل المواطنية. إذا التربية هي عند وزارة التربية، الكتاب المشترك للتربية الوطنية التي تعمل على إصلاح الإنسان وتصره في
في بوطي وحده، في بيئه واحده واللي هي الوطن. والشغله اخيره انه التعرف الشباب على بعضهم البعض هي من اهم مظاهر الحضاره في بلدنا، لانه ظاهره لبنان هي الظاهره اللي بنسميها معرفه الطوائف لبعضها والمذاهب وكيفيه احترام الناس لبعضها ومعرفه السنتراليزاسيون بين الديسنتراليزاسيون كمان. نحن الشباب الموجوده في كل مكان في على هذه الارض اللبنانيه يجب ان تكون على تواصل مع الدرزي اللي في وادي التيم ومع السني في وادي خالد والشيعي اللي موجود في اي مكان والمسيحي في جبل لبنان. هؤلاء الشباب هن الامل بتغيير هذا المنطق، والدوله الواعيه هي الجديره ان تجعل من هذا المواطن الذي يتعرف فيه المواطن الشاب على المواطن الاخر الشاب. هذا الشيء اللي حابب كنت اقوله بس. شكرا. شكرا دكتور بدر الدين. انا بس تاكد الكلام اللي قاله دكتور بدر الدين، هيدا شيء نحن كمان تعلمناه بالمنتدى، لانه بلشنا الورش العمل ببيروت وضواحي بيروت، وبعدين اكتشفنا انه لا، لازم نطلع على المناطق تنخلق فعلا سياسات عامه بتعبر عن حاجات لبنان كله، وقدرنا نجمع الشباب من هالناحيه. وبنفس الوقت كمنتدى شباب اقتصادي بلشنا نشتغل على الاقتصاد، بس نحن انت وعم تشتغل على الاقتصاد ما فيك تشتغل على التنميه الاقتصاديه بلا ما تاخذ بعين الاعتبار التنميه البشريه وحاجات شباب. فطورنا لهالسبب نحن معكم. شكرا. عفوا، انا رح اختتم بجمله ورح ارجع اخذ بعض الاسئله، السؤالين، وبعدين اذا بتحبوا كمان تتواصلوا مع الشباب اكثر فينا بعدين على الكوكتيل. اختتاما بدي اقول انه هون على المنصه في ثلاث شباب، في ثلاث افكار، عرضوا ثلاث افكار، بالكتيب في 33 فكره غير هالافكار، وفي عنا كمان ثلاث خبرات هون، في 60 شاب و63 شاب تحديدا شاركوا بكتابه هالكتيب، وكل واحد منهم عنده خبره مختلفه بهالمشروع، وعنا هون اسمها 33 شخص منهم. فبالنسبة لي أنا كمنسق مشروع بتخيل أنه كانت مبادرة فعلا ناجحة، قدرنا نوصل آراء الشباب من تحت من الأسفل إلى الأعلى، والدليل على هالشيء أنه في عنا من خلال ورقات سياساتية قدرنا نوصل فكرة علي رسلين، هي مفاجأة لك، علي رسلين من العديسة بالمرجعيون على قلب البرلمان اللبناني. شكرا. هلا اسئله. عفوا، رح بلش مع وسيم بتخيل لانه كان طالب الميكرو قبل. تفضل. شكرا سيدريك. وسيم شميساني، ناشط اجتماعي وناشط بمجال التنميه المحليه من جنوب لبنان. انا صراحه طبعا بدي احيي زملاء الصبايا على الافكار اللي طرحوهم، وانا كمان شريك مع مجموعه من الصبايا والشباب بطرح الافكار ونصها بهذا الكتيب. طبعا تعليقي انا وسؤالي كان موجه بالمرحله اللي قبل، وكمان تعليق. اولا بدي اشكر سعاده النائب انه بقي وسمع، لانه غير نواب ووزراء لا بقيوا ولا سمعوا، وهيدي شغل وهي بيت القصيد. كمان بنشكر النواب والوزراء واللي عملوا مداخلات قبل، لانه شجعونا وقالوا انه نحن معكم وانتم املنا. للاسف ويمكن يكون نيجاتيف، نحن ما بنشوف امل بالنواب والوزراء اللي موجودين اليوم. ليه؟ لانه تابعين لانظمه سياسيه ولا احزاب سياسيه بيحكمها مبدا المساومه وبيحكمها مبدا البرامج السياسيه المختلفه اللي هي كثير بعيده عن الشباب وعن اللي نحن عم نطرحه هون. انطرح فكره انه يتغير النظام السياسي او الاشخاص اللي هن هلا موجودين بالسلطه. لا اكيد ما راح تعجبنا. اشوف او اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. وزراء ماليه كانوا موجودين بالوزارات هلا عم يحكوا عن الفساد. طيب هذا الفساد نحن ما بنامل انه هدول الافكار انه يتطبقوا، نحن شغلنا عملناه، ما بنامل انه يتطبقوا لانه هيدا منافي لمبدا الفساد اللي نحن كلنا هلا عم نعيشه بالبلد. هذا مبدا الفساد اللي نحن عم نعيشه بالبلد اي طرح من الطروحات اللي عم تنطرح ما رح يتطبق. ليه؟ لانه اذا نحن ما نجي نطبقه رح نخسر فساد، رح نخسر هدر لكل الاحزاب او القوى السياسيه عم تستفيد منا. هدول هن القوى السياسيه اللي بمجلس النواب، هيدا هو واقع بلدنا، نحن بنرفضه.
ايه كل شيء بنقدر نعمله هو انه نكتب افكار، كل شيء بتقدروا تعملوه انه تبيعونا حكي. ميرسي لكم وكلكم ذوق، ولا تواخذونا على هيدي السلبيه. يلا انا ما بدي اكون المدافع الاول عن مجلس النواب، معهم حق يعني اكيد 100%، وهذا نقاش كبير يعني مفتوح بالبلد. انا ما بدي احط حالي هون، فكرتك جيده، لكن كمان انت ما فيك تكون سلبي بالطرح دغري. نحن ما فينا نغلق الابواب، نحن في اوكي مجربيننا ومنيح، وبعد رح تجربونا بلكي كمان، ما حدا بيعرف يعني، ما تستبق الامور. لا مش القصة علي راكبة هلا، واحد على 128 مش هي القصة. وأنا فعلا ليكو يعني هلا أنا جيت مش منتظر أن تكون هلا قد في تشويق بالنقاش معكم، بس ما بدي أنا تتحول الجلسة إلى نقاش بين مجلس نواب ومعكم، نحن بدنا نوصل على نتيجة، بدنا نكون عمليين. من هيك أنا بس عملت مداخلتي، حكيت عن الشق العملي وقلت لك أنه في أشياء ما راح تقطع، قلتها قبل ما هيدا، بس أنه بنعومة في أفكار بتقطع.